قصف إسرائيلي على ميناء اللاذقية شمال غربي سوريا وأنباء عن استهداف منظومة دفاع جوي إيرانية. واشنطن تتحدث عن فجوات في مفاوضات وقف النار في غزة، وترسل مدير CIA ومستشار بايدن إلى القاهرة للدفع بها. البرهان يؤكد لنائب وزير الخارجية السعودي في بورت سودان الحرص على إنجاح منبر جدة والدعوة لاستئنافه. وسط توتر سياسي وعسكري، رئيس الوزراء الإثيوبي يلتقي البرهان اليوم في بورت سودان. صباحكم وسائر أوقاتكم مشاهدين أينما كنتم، وأهلا بكم إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية من الحدث. قالت وكالة الأنباء السورية نقلا عن مصدر عسكري إن إسرائيل شنت هجوما جويا استهدف موقعا في محيط مدينة بانياس السورية، ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية. هذا وقال إعلام إسرائيلي أفاد عن استهداف منظومة دفاع جوي تابعة لميليشيات إيرانية بسواحل مدينة بانياس السورية، فيما أفادت مصادر صحفية أخرى أن الغارة الإسرائيلية تتزامن مع وصول سفينتين إيرانيتين إلى ميناء اللاذقية. قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إن اثنين من المسؤولين الأمريكيين الكبار موجودان حاليا في القاهرة لإجراء محادثات حول وقف النار بين إسرائيل وحماس. وأضاف كيربي أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بريت ماجور موجودان في مصر للاجتماع مع مسؤولين مصريين وإسرائيليين وأردنيين، مضيفا أنه ستكون هنالك مناقشات للمتابعة في الأيام القليلة المقبلة. كيربي أكد أنه لا تزال هناك فجوات بين حماس وإسرائيل بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين. وقال موقع أكسيوس إن بيرنز وماجور سيجتمعان مع كبار المسؤولين الأمنيين والإسرائيليين والمصريين في القاهرة، وذلك لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار وترتيبات تأمين الحدود بين مصر وغزة، بالإضافة إلى كيفية منع نشطاء حماس من العودة إلى شمال غزة بعد تنفيذ الاتفاق. وأضاف الموقع أنه من المتوقع أن يسافر ماجور إلى إسرائيل لعقد اجتماعات مع نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت. نبذل كل جهدنا للوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة. أنا لست هنا لأقول من يفعل ماذا ومن لا يفعل. لا تزال هناك فجوات بين حماس وإسرائيل بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين، ونحاول أن نقفل هذه الفجوة. لولا أننا لم نرى أنه أمر يستحق ويحتاج الفرصة لما كنا أرسلنا مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى القاهرة لإجراء محادثات للتوصل إلى وقف إطلاق النار. اجتماع قمة مرتقب في الدوحة بحضور قادة أجهزة المخابرات الأمريكية والمصرية والإسرائيلية، جولة جديدة من مفاوضات التهدئة في غزة، حديث عن انفراجة حوصرت قبل حدوثها كما تقول صحيفة هآرتس بفعل خطوط نتنياهو الحمر. لن تتوقف الحرب قبل القضاء على حماس، ولن ينسحب الجيش لا من محور نتساريم ولا من حدود رفح. شروط نتنياهو المسبقة أثارت انتقادات حتى من داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. صحيفة يد يعود نقلت عن مسؤول أمني: هذا سلوك غير لائق، سيضر بفرصة إعادة الرهائن إلى ديارهم، كما أن توقيت إعلان الشروط غير مفهوم. أكرر، هذا سلوك لن يعيد الرهائن. أما زعيم المعارضة يائير لابيد فقد وصف شروط نتنياهو بالاستفزازية: نحن في لحظة حرجة في المفاوضات، حياة الرهائن تعتمد على ذلك. لماذا إصدار مثل هذه الرسائل الاستفزازية؟ كيف سيساهم ذلك في العملية؟
تأثير شروط نتنياهو المسبقة على احتمالات الوصول إلى اتفاق يؤدي إلى تبادل الأسرى والمحتجزين لاقى صداً واسعاً أيضاً لدى عشرات آلاف المحتجين الذين حملوا نتنياهو مسؤولية الفشل في استعادة ذويهم. الآن أصبحت المسؤولية الكاملة على بنيامين نتنياهو، فهو يضيع الوقت لمدة 9 أشهر. نحن نطالب بالتوصل إلى اتفاق الآن، هذه هي الطريقة الوحيدة. كانت حركة حماس قد وافقت على التفاوض في ظل استمرار إطلاق النار، لكن بقاء القوات الإسرائيلية وسط قطاع غزة وعلى الحدود مع مصر مسألة مرفوضة من قبل حماس حتى الآن. وفي السياق، شددت حركة حماس على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضع العقبات أمام مفاوضات وقف إطلاق النار، كما دعت حركة حماس الوسطاء إلى التدخل لوضع حد لما وصفت بألاعيب نتنياهو وجرائمه. تأتي هذه التصريحات وسط محادثات مستمرة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة. من جانبه، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إنه أجرى اتصالات مع الوسطاء في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى المحتملة مع إسرائيل، وحذر هنية مما وصفها بالتبعات الكارثية لما يجري في غزة ورفح وغيرها، مشددا على أن التصعيد الإسرائيلي قد يعيد العملية التفاوضية إلى نقطة الصفر، وأشار إلى أن نتنياهو وجيشه يتحملان المسؤولية الكاملة عن إمكانيات انهيار مسار المفاوضات. ليس هناك أخي طاهر تغيير في المرتكزات الأساسية في ملف التفاوض لدى المقاومة، إنما هناك يعني حصل بعض المداولات وبعض التفاهمات وتم التواصل مع الوسطاء لإنجاح الجهود لملف التفاوض ولوقف العدوان على شعبنا، وأكدنا على يعني أساسيات المقاومة وشروط المقاومة الثابتة، وهي وقف إطلاق نار دائم، هذا شرط أساسي، والشرط الثاني هو انسحاب العدو الصهيوني من قطاع غزة بشكل شامل. قرار حماس بقبول التفاوض لإطلاق سراح المحتجزين حتى ولو لم تتوقف الحرب قرار له ما يفسره وفق مسؤولين في الشرق الأوسط وأمريكا، وهو مرتبط على الأرجح بكلفة الخسائر الكبيرة في غزة وتلك التي منيت بها الحركة خلال الحرب المستمرة منذ أكتوبر الماضي. وكالة الأسوشيتد برس اطلعت على رسائل سرية كتبها قادة حماس في غزة إلى القادة الموجودين في قطر، تظهر حسبها أن الحرب كان لها تأثيرها السلبي على مقاتلي حماس. الرسائل المكتوبة باللغة العربية ويعود تاريخها إلى شهري مايو ويونيو الماضيين حثت قيادة حماس في الخارج على قبول مقترح وقف إطلاق النار الذي طرحه الرئيس بايدن. الرسائل ذاتها أشارت إلى انقسام داخل حركة حماس واستعداد بين كبار المسلحين للتوصل إلى اتفاق بشكل سريع. وكالة الأسوسيتد برس نسبت إلى مسؤولين استخباراتيين عند حديثهم عن يحيى السنوار قولهم إنه ليس في عجلة من أمره، وهو ربما لا يعرف حجم خسائر القتال أو أنه لا ينقلها بشكل كامل إلى قيادة الحركة في الخارج. هذه التسريبات بوجود انقسامات داخل الحركة رد عليها المتحدث باسم حماس جهاد طه، مؤكداً أن موقف الحركة موحد ويتبلور من خلال إطار العمل التنظيمي للقيادة. في واشنطن نقلت الأسوسيتد برس عن مسؤولين أمريكيين إدراك الإدارة الأمريكية بأن تغير موقف حماس الإيجابي نحو المفاوضات ربما ساهمت فيه عدة أسباب مجتمعة وليس سببا واحدا، الانقسامات الداخلية في حماس وأيضا الدمار في غزة وكذلك ضغوط الوسطاء في مصر وقطر. رمضان بالعمري، الحدث. وفي سياق متصل، شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على أن التدمير الإسرائيلي الممنهج في غزة انتهاك سافر للقانون الدولي. كما تعلمون، قطاع غزة المفوض العام لم يعد يحتمل المزيد من الدمار،
فقد دمرت الآلة العسكرية الإسرائيلية كما تعلمون كافة المنشآت هناك، البنية التحتية، الاستهداف الممنهج لمؤسسات ومباني الأونروا، هذا هو انتهاك سافر للقانون الدولي. إلى السودان، حيث التقى رئيس مجلس السيادة الفريق والركن عبد الفتاح البرهان وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الذي وصل البلاد في زيارة رسمية. وقال وكيل وزارة الخارجية حسين عوض إن المباحثات بين الطرفين تناولت الدعوة لاستئناف منبر جدة وحرص السودان على إنجاح المنبر باعتباره أساسا يبنى عليه. كما تم التأكيد أيضا على ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق حوله في مايو من عام 2023، إضافة إلى أهمية توسيع قاعدة الوساطة في مفاوضات جدة. في السودان أيضا أفادت وسائل إعلام أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد سيقوم بزيارة مرتقبة إلى مدينة بور السودان اليوم الثلاثاء، وسيجري أبي أحمد مباحثات مع رئيس مجلس السيادة الفريق أو الركن عبد الفتاح البرهان وأعضاء مجلس السيادة حول التطورات الميدانية الجارية في البلاد والملفات التي تتعلق بين البلدين. في اليمن، تشهد مصلحة الهجرة والجوازات في تعز ضغطا كبيرا نتيجة طلب آلاف اليمنيين استصدار جوازات سفر، وتستقبل المصلحة يوميا أكثر من 3000 مواطن غالبيتهم من المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية. وشكل هذا الضغط عبئا على المصلحة منذ فتح المنفذ الشرقي لمدينة تعز. هذا ليس مشهدا احتجاجيا يتخلق في احد شوارع تعز، بل هو تجمع لمواطنين يبحثون عن جوازات سفر. انها مصلحه الهجره والجوازات بتعز تكتظ يوميا بالاف المواطنين، لا سيما القادمين من المحافظات الشماليه. ازدحام بات يشكل ضغطا هائلا على هذه المؤسسه ويبقي الجميع لساعات طويله في طوابير الانتظار. جالسين بغير صباح لحد الان، يعني ماسكين سره والطريق، يعني سره من الحوبه لما وصلنا داخل تعز، يعني كل سره لانه افتتحت والناس هبوا كلهم. اجت انا مرافق لي عمتي كانت عندي قلطه، فحصل بانه التجاوب الكبير من قبل اداره المصلحه والهجره والجوازات بالتسريع والاصدار الجواز العاجل خلال 24 ساعه. 9 ساعات في اليوم يتحتم على الموظف هنا أن يبقى في العمل، قرار اتخذته الإدارة للتخفيف من حدة الازدحام، إلى جانب إجراءات أخرى تتعلق بإدخال الخدمة الإلكترونية وتخصيص كبائن إضافية للمرضى وكبار السن. اضطرينا أن احنا نعمل فترتين دوام من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا، وبعدين من 2:30 إلى الساعة 6 مساء. كذلك أوجدنا كبائن إضافية حدود 5 كبائن، والآن إن شاء الله بتجي 5 كبائن أخرى من أجل امتصاص الزحمة. كذلك أوجدنا موقع إلكتروني الحجز المسبق. وعلى الرغم من تلك الإجراءات، فإن المصلحة لا تزال تستقبل يوميا أكثر من 3000 شخص ممن يرغبون بالحصول على جوازات السفر، إذ بلغ عدد الجوازات التي تم إصدارها منذ بداية العام أكثر من 100,000 جواز، غالبيتها كانت لمواطنين قدموا من المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي. ازدحام كبير إذن في مصلحة الهجرة والجوازات بتعز، خصوصا مع فتح المنفذ الشرقي للمدينة.
زحام يقول العاملون جعلهم يتخذون إجراءات إضافية للحد منه، لكن ما يميز العمل هنا هو وضع الأولوية القصوى للمرضى الذين يستدعي سفرهم إلى الخارج بشكل عاجل. هل سعيد الحدث تعز. في اليمن أيضا قالت ميليشيا الحوثي إنها نفذت عملية عسكرية مشتركة مع ميليشيا عراقية استهدفت من خلالها مدينة إيلات الساحلية الإسرائيلية بعدد من الطائرات المسيرة. وقالت في بيان لها إن العملية العسكرية المشتركة حققت أهدافها وبنجاح. في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يتلقى العلاج من مرض الشلل الرعاش. جاء ذلك بعد ظهور تقارير تفيد أن طبيبا متخصصا في هذا المرض زار البيت الأبيض 8 مرات العام المنصرم. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن بايدن خضع لفحص من طبيب أعصاب 3 مرات ضمن فحوصه البدنية السنوية، إضافة إلى فحص طبي آخر للأداء اللغوي. Has the president been treated for Parkinson's? No. Is he being treated for Parkinson's? No, he's not. Is he taking medication for Parkinson's? No. So those are the things that I can give you full-blown answers on, but I'm not going to confirm a specialist, any specialist that comes to the White House out of privacy. من جانبه جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن تمسكه بخوض سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية مؤكدا أنه الوحيد القادر على هزيمة ترامب. بايدن اعتبر المنتقدين له ومن يطالبه بترك السباق أسماء كبيرة، لكنه أكد أنه لا يهتم لما تقوله. The bottom line here is that we're not going anywhere. I am not going anywhere. I wouldn't be running if I didn't absolutely believe that I am the best candidate to beat Donald Trump in 2024. We had a democratic nominating process where the voters spoke clearly. Those are big names, but I don't care what those big names think. They're wrong in 2020. They're wrong in 2022 about the red wave. They're wrong in 2024. And come out with me, watch people react. You make a judgment. You make a judgment. I'm not going to explain any more about what I should or shouldn't do. I am running. أما فرنسا فتتجه إلى حالة جمود سياسي قد يسيطر على المشهد عقب الانتخابات التشريعية التي فاز فيها اليسار على معسكر ماكرو وأقصى اليمين، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى برلمان معلق دون أغلبية مطلقة، وهو ما لم تعتد عليه فرنسا. وضعت نتائج الانتخابات التشريعية الرئيس الفرنسي في ورطة جديدة. البعض كان يعتبر أن ماكرون جهز سيناريوهات عديدة للتعامل مع فوز كان محتملا لأقصى اليمين في مسألة تشكيل الحكومة وإبرام التحالفات داخل البرلمان، لكن فوز اليسار المفاجئ خلط الأوراق من جديد. التوازنات النهائية التي أفرزتها نتائج الانتخابات لا تسمح للرئيس بالمناورة كثيرا. كعرف تقليدي لا يستطيع ماكرون تجاهل اليسار الذي بات القوة الأكبر في البرلمان، لكن مهاجمته لهذا التحالف خلال الحملة الانتخابية والذهاب بعيدا في تشويه صورته سيجعلان صورة ماكرون أسوأ إذا ما أقام تحالفا معه. البعض من محيط الرئيس يتناقل همسا أن ماكرون لن يكون قادرا على بلورة فكرة واضحة قبل أسابيع من أجل الخروج باقتراح أمام الكتل البرلمانية الجديدة، ولهذا السبب هو اختار رفض استقالة رئيس حكومته جابرييل أتال. وسط هذا المشهد المعقد ما تزال قوى اليسار تلعب أوراقها وتقدم مفاجأة تلو أخرى. فبينما كانت التوقعات أن تنفجر الخلافات في هذا التحالف الذي أبرم على عجل بعد حل البرلمان قبل شهر، أعلن اليسار عن اقترابه من تقديم مرشح لرئاسة الحكومة بالتوافق، أما الاسم فسيتم الإفصاح عنه خلال الأسبوع الحالي. في بريطانيا رئيس الحكومة الجديد كير ستارمر يواصل جولته في المملكة المتحدة، فبعد اسكتلندا وصل إلى أيرلندا الشمالية ومن بعدها ويلز، حيث التقى القادة المحليين. بالتزامن أيضا أجرى وزير الخارجية ديفيد لامي جولة خارجية بين ألمانيا وبولندا والسويد، حيث جدد مواقف الحكومة من الحرب الأوكرانية ومن وقف إطلاق النار في غزة. Thank you so much.
من العاصمة الأسكتلندية إنبرا إلى بلفاست في أيرلندا الشمالية هي المحطة الثانية في جولة رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، حيث جدد وعده بتحقيق الاستقرار في هذه المقاطعة والتركيز على التعاون بدلا من الانقسام بعد التوتر الناجم عن بريكزيت في عهد الحكومة المحافظة، الذي أفضى إلى إبقاء أيرلندا الشمالية ضمن السوق الأوروبية المشتركة، وظلت تتبع قوانين وقواعد الاتحاد الأوروبي لتفادي وضع حدود صلبة مع الجارة الجنوبية جمهورية أيرلندا. نريد تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ونعتقد أنه يمكننا الحصول على صفقة أفضل من الصفقة الفاشلة التي عقدها بوريس جونسون، وهذا ما سنعمل عليه من خلال فهم ما يجب القيام به وطبيعة التحدي الذي نواجهه. زيارة ستارمر لهذه المقاطعة الشمالية تحظى بأهمية كبيرة لمواصلة الحفاظ على السلام بموجب اتفاق الجمعة العظيمة، وتأكيد التزامه تجاه أيرلندا الشمالية لناحية معالجة الإدارة العمالية الجديدة مخاوف الأطياف السياسية عقب اجتماعه بزعمائها، وهي تشمل قضايا ملحة على رأسها التنمية الاقتصادية والمزيد من التمويل للخدمات العامة. ستارمر أكمل جولته في ويلز للقاء قادتها السياسيين ورئيس حكومتها العمالي لبدء التغيير الذي صوت الناس لصالحه كما يقول. جولة ستارمر تزامنت مع جولة موازية لوزير الخارجية ديفيد لامي، ففي أول زيارة إلى ألمانيا وبولندا والسويد أكد التزام بلاده بلعب دور استباقي وداعم في الأمن والتعاون الأوروبي وكشريك حيوي في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، من دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا إلى الجهود الدبلوماسية للحكومة العمالية لضمان التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن الذي تحتجزهم حماس. ما بين إعادة ستارمر ضبط العلاقات وتعزيزها مع مختلف قادة أقاليم المملكة المتحدة وزيارات وزير خارجية ديفيد لامي إلى الخارج، رسائل واضحة لطمأنة الحلفاء بأن تغيير حكومة المملكة المتحدة لن يغير من ثوابت بريطانيا لناحية العمل معا بشكل أوثق لمعالجة المشاكل والتحديات المشتركة وحماية المصالح. مصطفى زارو، الحدث، لندن. في أوكرانيا أكثر من 96 قتيلا سقطوا في العاصمة كييف نتيجة هجوم روسي، وصفت أوكرانيا بالأكبر، مطالبة مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لبحث الهجوم. هذا المستشفى هو مستشفى للأطفال، يستقبل الحالات الحرجة والأمراض الخطيرة في العاصمة الأوكرانية كييف، هو من أهم المستشفيات حيث يقوم بإجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال وكذلك علاج الأطفال مرضى السرطان والأطفال مرضى الفشل الكلوي. هذا المستشفى تعرض لثلاث ضربات منذ بداية الحرب، استطاع الأطباء أن يعملوا في ظروف مختلفة، حولوا قبو هذا المستشفى إلى غرفة عمليات لإجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال في بداية الحرب، ولكن الضرر الذي أصاب المستشفى الآن هو ضرر كبير جدا كما تشاهدون أمامكم، يعني النوافذ تحطمت، الزجاج تحطم، هنالك ضرر داخل المبنى كبير جدا، هنالك مبنى دمر بشكل شبه كامل. لا أتوقع أن يعود هذا المستشفى للعمل قريبا، يتم نقل الأطفال الآن بسيارات الإسعاف إلى مستشفيات أخرى، وطبعا هنالك عدد من المصابين في هذا المستشفى، وحتى الآن تقول سلطات كييف أن هنالك قتيلين في المستشفى وما زالت عمليات البحث والإنقاذ جارية. هذا المبنى الذي دمر فيه غرفة للعناية المكثفة وفيه مركز لغسيل الكلى للأطفال مرضى الفشل الكلوي، وهنا كما تشاهدون أمامكم الدفاع المدني موجود، الشرطة الوطنية أيضا بأعداد كبيرة جدا أتت هرعت إلى هذا المكان للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ، الدفاع المدني موجود، كذلك الجيش أرسل عدد كبير من قواته هنا في العاصمة كييف إلى هذا الموقع للمساعدة. هنالك عدد كبير جدا من المتطوعين الذين تنادوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحضور إلى هذا المكان والمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ. هذه المشاهد التي تشاهدونها حصرية لقناتي العربية والحدث من مستشفى أخمديت للأطفال في العاصمة الأوكرانية كييف، الذي تم استهدافه صباح اليوم من قبل قوات الاتحاد الروسي. حذيفة عادل من العاصمة الأوكرانية كييف.
تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي ودائما تفاعلوا معها، كما يمكنكم أيضا زيارة موقعها الإلكتروني الحدث.net. انتهت هذه الجولة الإخبارية رصدنا لكم في آخر تطورات المشهد الإخباري، ألقاكم بعد قليل، إلى اللقاء.